غير فيديو عن بعض النقاط أسئلة أو خلينا نقول وقع ناس يعني مكتوب ما تكلمت عنها كلها بشكل أو بآخر بس إنها موجودة ومو مشطوب عليها فشكلها كررت أو أتكلم فيها مرة ثانية يعني بعض المرات تكون السؤال في بالي بس أنساه إذا ما كتبتها أنساه. النقطة الأولى موضوع الوقوف أتوقع المقصود فيها موضوع الوقوف الحصاني إذا تلخبط اختلف هذه الوقوف اللي تكلمنا عنها كثير. هذه النقطة ربطها في موضوع معرفة الشخص اللي يركب بالطريقة الفلانية والطريقة العلانية. لما الشخص يركب بطريقة معينة في شروط وقيود للطريقة، يعني مثلا نقول شخص جاي من مدرسة فلانية أو شخص جاي خلينا نقول من الدولة الفلانية أو المدينة الفلانية أو القرية الفلانية، خلاص في شروط معروفة لهم، يعني المكان الفلاني الناس اللي فيه كأنهم فيهم كذا كذا كذا، المكان الفلاني الناس اللي فيه فيهم كذا كذا كذا، فالطريقة لها شروط وقيود أصلا، خاصة إن صارت واضحة مرة عند الناس عرفوها، بالنهاية لها أشياء معينة ما يسويها إلا راعي الطريقة بالفعل، يعني الناس اللي بالفعل يركبون في الطريقة، اللي ما يركبون في الطريقة بس يدعون صعب إن يسوي بعض الأشياء، بعض النقاط اللي فيها. الطريقة لا صح، الفرق بينها وبين الطرق الأخرى أن الأشياء اللي تثبت إنك فعلتها بالفعل واضحة مرة، الطرق الصحيحة الأخرى فيها أشياء قوية تثبت إنك راكب فيها أو لا، لكن سهل إنك تدعي إنك تركب فيها. مو عند الخيال، الخيال يقدر يفضحك وخربط تعال اوريك كذا كذا معناته غلطان، لكن عند الناس سهل انك تدعي، لكن في الطرق غير الطريقه هذه شبه مستحيل انك تدعي انك تركب فيها، لان حتى الغشيم ما يفهم الخيال يعرف الشروط اللي فيها، يعرف انها لها نتائج معينه ما سويتها معناته ما تركب فيها. الاختلاف يؤدي للوقوف من ضمنه، لما حصانك ينطلق، حصانك يقمص قبل الحريق قمص ينطلق يحاول يطيرك، حصانك يتفلت بصرف النظر عن الوساطة عندما خطأ بالنهاية منك أو من الشخص اللي قبل ركب قبل طبيعي بس من الحصان ما يلنا، لكن مجرد أن الشيء ده حصل أنت ما تركب بهذه الطريقة لا أكثر ولا أقل. يعني الطريقة صفة أساسية فيها أن الاختلاف يؤدي للوقوف حتى مع العسيف، هذا مرة كيف أول مقطع الفيديو مع العسيف، صار العسيف لما يجي شيء فوق طاقته يوقف يلعب ينهبر يطيح ممكن بس ينطلق مستحيل، مجرد ان حصانك سوى شيء مرتبط بالانطلاقه انتهى النقاش، لا تناقش انت ما تركب الطريقه، تناقش ليش صار او كيف صار او وش صار او وش نسوي، لكن ما تركب بالطريقه. فالاختلاف يؤدي الوقوف النقطه الاولى، هو اساس قوي جدا في الطريقه هذه. اثنين، هو اساس الامان في الخيال، 90% من المشاكل اللي تصير في الخيل مرتبطه بانه ما يدربك في حصان، يعني ارجع مثلا اللي قد طاح يرجع الاوقات اللي طاح فيها، واللي ما قد طاح مثلا نشوف الناس اللي قد طاحوا كذا، حاول تعرف بالضبط ايش اللي صار، تلقاه مرتبط بانه ما يقدر توقف حصان، انطلق ما يقدر توقف، لعب ما يقدر توقف، تفلت ما يقدر توقف، صدم الحاجز ما يقدر توقف، صدم سياره ما يقدر توقف، قطعت الخط ما يقدر توقف، كل الاشياء اللي تصير في الخيل وفيها خطوره مرتبطه بعدم القدره على التحكم بالحصان. لما يجيك واحد يقول مو بس اتحكم بالحصان، الاختلاف يؤدي للوقوف، يعني هو مو بس متحكم فيه انت صح، هو يوقف، يعني لما هو يبغى يفتح انت تبغى تهذب هذا اختلاف، هو يوقف، لا هو يوقف يعني يبغى يوقف، الاختلاف يؤدي للوقوف، انا اتكلم عربي، الاختلاف يؤدي الى الوقوف. لا ركز، اول شيء في اختلاف، انا ما قلت حصان يبغى يوقف يوقف، ولا قلت اني انا ابغى اوقف اوقف، انا قلت الاختلاف، يعني انا ما ابغى اوقف هو ما يبغى يوقف، بس انا وياه مختلفين، انا ابغى شيء وهو يبغى شيء ثاني، انا ابغى هذا وهو يبغى يفتح، انا ابغى اروح يمين وهو يبغى يروح يسار، انا ابغى اروح قدام وهو يبغى يروح ورا، هنا اختلاف. الاختلاف هذا يؤدي الى الوقوف، مو بس وقف من الطريق اختار، لا ادى الى الوقوف، هو انا وقفت حصان نفس الحصان نفس الوقت هو حصان يبغى يوقف كطبيعي، ادى هذا الاختلاف الى الوقوف. واحد في اختلاف، وتجيني عند مكان انت وياه تبغون توقفون تقول اختلاف، ما هو اختلاف، ما اختلفت انت وياه. اثنين، ادى للوقوف، وما انا وقفته يجيني واحد يروح فيه حصان 7 مرات عند مكان مخيف، ثم لما قل الخوف يجيب عند نفس المكان يوقف يقول شوف وقفته، سالك نفسك الاختلاف ادى الى الوقوف. انا هذب انت هذب، انا وياك نبغى نهذب الحصان، الحصان معي ومعك يبغى يفتح من الجهه المعاكسه يمين، هذا اختلاف مع الطريقه الاصح، اختلاف ادى للوقوف، وقف بكره ارجع خوف بعد استمر هذب. الطرق الأخرى صحيحة أو خطأ ينطلق يسوي اللي يبغاه ثم تدريجيا يعطيك الدواء، ما هي المشكلة إنك زي ما قلنا ما في مشكلة واضحة خاصة كنت تركب صحيح، لكن واحد هنا ينطلق هنا رديته
ما ممكن تقارن بينهم. اثنين، اللي رديته اول مره طبيعي انه مع الوقت يصير، حتى لما يجي شيء جديد يختار انه ما يختلف معك، لانه يعرف انه لو اختلف وقف. لان مثلا تركب حصانك مدرب زين طفل صغير او تستعمل القوه، تلقى ما يقاوم عن طريق استعمال القوه، مع انك مسوي خطا. ليه؟ لانه يعرف انك مزلك. لانه الطرق الصحيحه الاخرى يقول لك انا اول يوم خفت اصلا انطلقت غصب عنك. درب تعودت على شيء ذا. جاء شيء ثاني انطلق غصب عنك. درب تعودت على شيء ذا. جاء شيء ثالث انطلق غصب عنك. جرب وهكذا. اذا 90% من الطرق الاخرى بشكل او باخر لما يجي وقت الجيش ما يتحكمون بالحصان. اي شخص، طبعا كل شيء وارد، لكن اي شخص يفقد التحكم بالحصان عرضه للخطر اكثر. ذا منطق لا يقبل النقاش. انت ليش عرضه اكثر للخطر؟ لانك ما انت متحكم بالحصان. كل ما زاد تحكمك بالحصان كل ما قل الخطر. الخطر وارد بس كل ما قل الخطر. فمين بتدعوا خزعبلات والغاز؟ دعوه معروفه، حصان فقد التحكم فيه. نعم ما تركب بالطريقه دي لا اكثر ولا اقل. تحكمت بحصان تحكم حقيقي اقرب للطريقه لا اكثر ولا اقل. فالاختلاف يؤدي الوقوف. امن لك، امن الحصان، افضل لك، افضل الحصان، انا ابغى، انت تبغى، الكل يبغى، بس مو بكل واحد يدري يحصل عليه. واللي ما يحصل عليه لن يعترف ان البلد فيه، فيحاول يلف ويدور اكثر ولا اقل. الاختلاف يؤدي الوقوف هدف جميع البشر لما يركبون الخيل يتمنونه يبغونه، بس مو بالجميع يحصلون عليه. وكثير من اللي ما يحصلون عليه يدعي انه ما يبغاه لانه ما يقدر يسويه. كيف اعرف؟ الا سو مع كم حصان بشكل واضح ثم توقف عن فعله، ما يستطيع. وطبعا تجي عند الشخص اللي اختلاف يؤدي الوقوف تقول له يعني اختلاف يؤدي الوقوف، تبغى تخلي الحصان يروغ؟ تبغى تخلي الحصان ينطلق؟ تبغى تخلي الحصان يتفلت؟ وين الميزه؟ اوريك؟ لا توريني، اني عارف انك توريني، لانك قد سويته قبل، قاعد تسويه الان وبتسويه مستقبلا طبيعي. لكن اختلاف يؤدي الوقوف ما يسويه الا خيال. فهو اختلاف وادى للوقوف، مو بحصان يبغى يوقف ولا انا ابغى اوقف. هذيك نقاط اخرى، الحصان يبغى يوقف هذه حرنه. فمع الوقت توزن. ولما انا اوقفه ممكن يروح فيني 7 8 9 10 مرات ثم انا اوقفه. مو باختلاف يؤدي الوقوف. اللي بغيت تعرفه بالضبط، الاختلاف يؤدي الوقوف ينطبق اثناء الخوف. العسيف اذا خاف وقف. اول ركبه وقف، اول مسار وقف، اول خبه وقف، اول هدبه وقف، اول قمصه وقف، اول تشنيعه وقف، اول انطلاقه وقف، اول خوفه وقف، اول فزه وقف. لما يحتر يوقف زياده، لما يخاف يوقف زياده، لما يرتد تخف رقبته زياده، بس في الطريقه هذه فقط. واقع اليسار هذه. فالوقوف يؤدي الوقوف، الاختلاف يؤدي الوقوف نقطه غير قابله للنقاش ابدا. في نقاط مرتبطه فيها طبعا، ما ادري عاد هو سؤال او هذه مقدها مشطب الولي اللي فوق مشطبات اللي تحت مشطبه. لو كنت متكلم عنها كان المفروض شطبتها. في اربع اشياء بس ما ادري تكلمت عنها او لا، قد تكون هذه من ضمن النقاط اللي ما تكلمت عنها، اللي هي سؤال عن مواضيع العرب. هل تتفق ان العرب كانوا في الماضي يهتمون بالسرعه والصيد والمعركه وليس المعركه فقط؟ هذا ما يناقض كلامي. اذا كنت تقصد ان الكلام ان الحصان لما نقول العرب يركبون الخيل فقط للحرب، هذا واقع لا يقبل نقاش، معروف في التاريخ كله. يعني كركوب اساسي الخيل للحرب، السفر يستعمل الابل، الهجر، التحميل بغال، المدن والقرى حميل. لكن في استثناءات تتكلم بشكل عام. الان لما تقولي الصيد طبعا يسدون في الخيل اكيد. سيد بعيد رجال اكيد بيسد بالحصان. هذاك السباق نعم كان في طبعا معروف سباق الداعس والغمر اكيد. انا اتكلم عن الاساس يعني. في استثناءات في الاساس وش؟ الاساس هو المعركه الحرب، لكن في استثناءات اكيد في استثناءات. فالصيد والسباق طبعا موجود عبر التاريخ سواء في الماضي او حاليا عند العرب او غير. طبعا سباق العرب ما ممكن تقارنه بسباقنا الحالي، كان في طول كمسافه يعني على الاقل 7 طابور تتكلم عنه في الاحاديث موضوع المسافه اتوقع. فال يعني 7 كيلو قد يكون 8 كيلو يعني اقرب للماراثون من السباق العادي نوع معين. والصيد طبعا صيد. الان نقطة الصيد، فصل الصيد وال لما تقول العرب يكون صيد وسباق وحرب يعيشون يعني الصيد تخصص غير الحرب، تخصص غير سباق يعني. اللي كان هذا السؤال انا ما بفضل في النقطة، لكن اذا كان قصدك انك تفصل الثلاث عن الحرب او تفصل اثنين عن الحرب هذا كلام مو منطقي معليش.